مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقه مع الدكتور فؤاد ابو ناظر، القائد السابق للقوات اللبنانيه ورئيس جمعيه نورش. وهلا بنحكي عنها اكيد. دكتور ابو ناظر اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. انا بحب بريد عزيك و بالرفيقه والصديقه والغالي والحبيبي جوسين خويري، يلي انتقلت الى احضان الاب السماوي ولا احضان مريم العذراء، وانت وغيرك بس انت خصوصا دكتور فؤاد ابو ناظر من يلي رفقوها وعزوها وحبوها وكنتوا سوا بنشاطات غير بس يعني الحياه ما بعد الحرب كانت بيناتكم امضى وافعل واجدى ومثمره اكثر من ايام الحرب، تعلمتوا واخذتوا العبر وعشتوا هذه الحياه. بدي عزيك، عزي كل رفاقة وأهلها وغصتا ولبنان وكل محبينا، وعزيك لألك شخصيا، واترك الكلام لحضرتك عن جوسلين لأنه حابين نكون مثل مساهمة متواضعة، ما حدا فيه وفي حق هالمرة العظيمة، لكن قد ما فينا قد ما الله قدرنا بنقدر نحكي عن جوسلين. وأكيد البلد مخربط كله سوا هلأ، بس أنه الأبطال بيطلع لهم المساحة الأكبر دائما وبعدين بيجوا هليك الشغلات. تفضل دكتور أبو ناظر. يعني جوسلين صعبة هيك تحصرها هيك بوقت وبمواضيع معينة، لأن هيدي المرة خلقت حالة جديدة إذا بدك، خاصة عليه بالمجتمع المقاوم القديم، يعني خلقت حالة مميزة، وهالحالة المميزة هيدي رح تكمل ما بعدها لجوسلين، لأن اللي زرعتهم جوسلين ما ممكن يروحوا هيك. يعني يعني جوسلين أنا بعتبر أنه راحت بكير، ما كانت بتستاهل الشيء اللي صار، أنه مرة أعطت كل حياتها للمشرد والفقير والتعبان والمريض والجوعان والبردان تسمي لك بعض منهم والعيال المفككة. يعني وصلت لوقت من الأوقات أنه هي اللي كانت تقعد محط كل مريض وتساعده حتى يشفى وحتى يرجع يتعافى. وصلت لوقت من الأوقات أنه هي مرضت وجاعت وبردت وخافت وانوجعت كتير وما قدر نعمل لها شيء، يعني ما قدر حدا يعمل لها شيء بآخر النهار، وكانت كل الوقت عم تاخد الأمور بالبسمة وتاخد الأمور دايما بتشجيع، تاخد الأمور تستفيد من الوقت حتى تمرق المساجات لكل شخص لكل واحد منا. يعني مثلا في شخص هيك يمكن صار بينه وبينه شيء مثلا معين، ترجع تتصل فيه تقول له تعال تشوفك لأن بدي كذا، باقي شيء عالق بيني وبينك بدي أنهي. يعني أنا برأيي بهالسنة وثمانة شهور اللي قضتهم جوسلين بيناتنا كانت حقيقة هيك عم ترجع أول شيء تتصالح الناس اللي هي بتعرفهم بعضهم متخانقين، تتصالح مع الأشخاص يلي هي بتعتبر أنه كان في يمكن سوء تفاهم بيناتهم، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء وأنا برأيي هيدي الإرث تبعها لجوسلين، حاولت تمرق مساج أنه من الوجع والخوف والألم والمرض تبعها يلي عم بيكلها من جوا، يعني أنه تمرق هالإرث أنه إيه مثل ما بيقولوا هيك شخص هيك عزيز قلبي كان يقولها كتير انه إيليا بير، يعني بعد في أسوأ من هيك يعني. وجوسلين اذا بدها كانت هيدي هي النظرة تبعيتها، ومثل كأنه كمان حبت انه تكتب اذا بدك الوصية تبعيتها بحبر ما بينمحى، والحبر ما بينمحى حتى تقدر تمرق المساج لكل هالناس يلي كانوا حواليها، لكل الناس تعرفون انه هيدي القضية قضيتنا اللي نحن اللي هي على كل حال اشتغلت كل حياتها كرمالها وعطت كل حياتها كرمالها هالقضية هيدي بتستاهل، وبتستاهل انه نعطي الماكسيموم ونكرس لحياتنا. اذا بدك انا هيدول المساجين يلي بعتبرهم انه تركتهم جوسلين من بعدها، ويلي خلقت يلي هيك اذا بدك كرستهم، ما بعرف كيف صارت هيدي اصلا وقت اجوا رهبات الكرمل كرسوها تكون وحده منهم وماتت بالطوبطه على الكرمل اللي هي يمكن كنت تحلم فيه من زمان. بقى انا برايي
بقى هيك نحن ما قدرنا نعمل لها شيء لجوستين، وانا برايي تركت اذا بدك ارث، يعني لازم خاصه اللي حواليه بيعرفوه يقدروا يكملوه، لان هالشيء بيستاهل. وفي شغله اخيره بدي اقولها، اشتغلت كثير جوستين باخر 30 سنه لترجع تخلق نوع من تلاقي خاصه بين الخصوم والاخصام يلي كانوا عم بيتقاتلوا على الارض. وقدرت جوستين بوقت من الاوقات، وهذا كان المذهل عند هالناس، لان رجعت بعدين تعرفت عليهم فيما بعد، عم بحكي انا اللي كانوا مثلا بالحركه الوطنيه، اللي كانوا بامل بكل الاحزاب يلي كنا بوقت الحرب عم نقوص على بعضنا، الاشتراكي الى اخره. قدرت جوستين تخرق هالمجتمع هيدا وتروح لهونيك، ومن خلال هالتعاطي تبعها، من خلال البسمه تبعيتها، تقدر تخلق مصداقيه بالعلاقه. وقدر جوستين بهالطريقه هيدي انه تخرق العقول تبع هالناس هدول، وصاروا بوقت الاوقات انه يصير في تلاقي بشكل تلقائي ومباشر مع على جوستين. وكانت تروح بعد نفايق تبرم تقول لي اليوم عندي محاضره مثلا بالجبل في مطرح، مثلا رحت على الجنوب رحت على الشمال. يعني كانت جوستين حقيقه قدرت تطلع من هالمعمعة اللي كنا عايشين فيها كلنا سوا، وتقعد غير محل. وهالغير محل خليها انه هلا اذا بتشوف بالتواصل الاجتماعي المساجات يلي اجوا من مسلمين بلبنان، يلي كلهم بوقت من الاوقات شافوها، تعرفوا عليها وسمعوا لها كمان. بقى انا بعتبر انه هيدا ارث كتير مهم لازم يتكفى من بعد جوستين. دكتور ابو نادر، انا سمعت كلمتك بتأبين وتشيع ومرافقة جوستين خويري الى مسواها الاخير بغصتة، وبالفعل كانت كلمة مؤثرة وأنا جدا قدرتها، وكنت عم تابعها باهتمام. قلت للكلمة بوقتها حض يعني، بس شفت قدامك تابوت جوسلين حضرت الكلمات، ولا هالكلمات موجودين بقلبك وطلعوا منك باللحظة اللي شفت فيها جوسلين بلشت تحضر حالك للوداع الأخير؟ شو كنت عم تفكر وعم تشعر بالكنيسة أنت وعم تحكي عن جوسلين؟ ما في شك أنه قبل بنهار وقت قالوا لي أنه رح نعمل حفلة الوداع تنسميها هيك مع التأبين، وطلبوا أنه أني أقول كلمة، ما في شك أنه فكرت أنه شو بدي أحكي عن جوسلين؟ يعني عم يحكوا كل الناس؟ يلي كلهم صرنا هالأفكار صارت عم تمروا عند الكل. بعدين ذكرت هالشغلة اللي صارت، لأن من وقت ما جوستين إذا بدك بلشت أسست المرأة 31 أيار، وانطلقت بتفكيرها أنه بدها تعرف لبنان والقضية اللبنانية والصمود اللبناني، وكيف قدرنا نغير هالإشياء بهالبلد الصغير هيدا تعرفه للعالم. وانطلقت لأوروبا، واجاها اوبورتونيتي، اجاها ظرف انه تروح على ايطاليا وتخلع علاقات هنيك مع كثير مؤسسات بايطاليا، وواحده منهم هي الاليانزا كاثوليكا. بقى وكانت تيجي تحكيني عم نعمل هيك وعم بعمل محاضرات، وكل مره يروح مع حدا من الصبايا تبعولها يروحوا سوا ويحكوا، صار يحكوا تلياني كلهم يعني على اثر الموضوع هذا. بقى انا من سنه ونص رحت على ايطاليا، عملت محاضره بالبرلمان التلياني، واجا شخص قال لي حابب اعرفك على الاليانس كاثوليك. رجعت تذكرت انا جوستين ذكرت لي هالاسم، قلت له من كل بيت بدي اروح. بقى رحنا واجتمعنا مع هالرئيس، وكان جامع كل الناس حقيقه، يعني تاثرت، لان اجوا لفتره ساعتين كان الاجتماع، اجوا من كل ايطاليا، كل واحد بعدين رجع راح اخذ الترين، واحد اخذ الطياره ترجع يروحوا، اجوا خصوصي. بقى انا قلت انه والله يا عمي هيتون الجماعه عاطين اهميه للقاء وبركه لإلي. بعدين شفت انه كان اللقاء ساعتين على جوستين، حكي ما حكيوا الا عن جوستين، عيلت هيك وعملت هيك ورحنا لهون ونزلنا لهون. قالوا لي عملنا اكثر من 150 لقاء مع جوستين، وهيدي بس هالجمعيه، برمنا كل ايطاليا. يعني قال لي واحد، قال لي يا خيي نحن كنا عايشين مثل كانه مطمشين عينينا، اجت هالمره وشلتنا البندو عن عيوننا، قالت لنا شوفوا العالم، شوفوا شو اسمعوا. قال لي ان احنا كنا مرئين بمرحله بالجمعيه تبعتنا ما كان عندنا بقى ماده نضاليه نطرحها بالمجتمع التلياني،
اجت جوسلين عطتنا مادة نضالية، خبرتنا كيف هالصمود بيقدر يصير وكيف ممكن نقدر نحن نطلع منه. يعني خربطتهم عقلتهم هالجماعة وعطتهم هالنفس وعطتهم هيك هيك مثل نفس أكسجين إذا بدك لهالجمعية. وبعدين قطعت لقيت وقت خلص اجتماع قالوا لي بس بدنا نسلمك هالوديعة بليز وقت ترجع لبنان. سلمنا كتير على جوسلين، كانوا عرفوا انه مرضت جوسلين وحابين يرجي حدا منا موفد منا يروح يعمل زيارة لجوسلين تنوقف على خطرها. واكيد كان حابين يشوفوا ليش صار هيك وامتين وكيف يون يعملوا تيرجعوا هيك يكسبوا اذا بدك هالجو مع لجوسلين. يعني فكرت انا انه معقول هالشخص هيدا بكام سنة صار بإيطاليا معروف هالقد، صار في عنده هالقد سطوة إذا بدك، وصار في عنده هالقد قبول بمجتمع ما كان تعرفه. بقلت أنا شو بدي أحكي عن جوسلين، بدي أحكي شيء ما حدا في يحكي يمكن غيري أنا. وخبرت هالواقع اللي صارت وخبرت أنه كيف هالجماعة كانوا يعني شقلبت لهم حياتهم من بعد ما التقوا معه لجوسلين وبرموا معه على الأرض. بقلت انا اثبت شيء اقدر اقول هيك بهالحكي اللي رح ينحكى احكي عن جوسلين شيء جديد ما حدا بيعرفه. ومشان هيك تناولت هالموضوع انا وتفاجأت انه كمان بلاحوا ايتهم على التواصل الاجتماعي شافوا انه جوسلين كانت توفت. بقى تلفنوا دغري وسألوني كيف رح تصير المراسم. قلنا له نحن الساعة 5 رح نكون، قال لكن نحن رح نرفقكم الساعة 4 بتوقيت إيطاليا، رح نرفقكم بقداس رح نعمله لا جوسلين ونكون عم نصلي معكم بذات الوقت. بقى قلت أنا لازم أقول هالشي هيدا للناس اللي كانوا موجودين امبارح. كان لافت امبارح أنه على ورقة النعوة التدابير المعروفة بكورونا أنه ما في حضور، في صلاة على روحها ومرافقة لجسمانا إلى مدافن، تطلع تلاقي العالم مليانين كانوا جوا وبرات الكنيسة. هلا أكيد ملتزمين بالتدابير لكن مش مهم هيدي النقطة، المهم إنه حتى بموضوع بخص الإنسان وصحته هي وعائلته وكل شيء، كان في ناس مبارح قاعدين مع جوسلين والكنيسة كانت مليانة وبرات الى اي مدى اكيد الشباب ما عادوا خلوا حدا يفوت. يعني بعدين صحيح صحيح البلديه وشرطه البلديه سكرت الابواب منعتهم للناس يفوتوا على الكنيسه لان ما بدهم بقى الناس تختلط هالقد بالكنيسه. صحيح ما في شك في كتير ناس تفاجئوا انه ولو قالوا لنا انه رح يطلع ناس وكذا والى اخره كنا كلنا هيك هي ما كانت. دكتور ابو ناظر باي لغه كانت تحكي جوسلين؟ بمعنى شو هي الكلمات والافكار وال خلينا نقول والمبادئ والعبر والدروس ايه والخلاصات باي 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 كلام كانت تتوجه حتى كانت تقدر تستحوذ على قلوب وعقول وافكار وقبول الاخر يلي قضينا عقود مع بوش بعضنا؟ لكن جوسلين خرقت محرمات وتجاوزت خطوط كانت تسمى حمر وتخطت ما يسمى بمستحيلات أيضا لتوصل لهون. شو كانت تحكي جوسلين؟ كانت تحكي لغة معينة؟ كانت تحكي من قلبها؟ كانت تطلع منها الأفكار؟ كانت بكل بساطة جوسلين خويري هيدا أنا قبلوني أو رفضوني هيك كانت؟ شو سرها لجوسلين خويري؟ لغة المحبة أول شيء إذا بتسألني هيك. نعم. لغة المحبة ولغة التواضع. يعني ايه جوسلين بس جوسلين تقعد مع الشخص وبتحسسه انه هي عم تتعلم منه، مش انه جاية تعمل له محاضرة وتعمل له درس وتعمل له انه هي، لا بالعكس انه هي جاية تفهم وتتعلم منه. هيدي من جهة تانية تعرف وقت شخص بينتقل مقاتلة شرسة كانت بوقت من الأوقات وكلنا بنعرف هيك القصص تبعي اللي صاروا خاصة بمعركة الأسواق بال 76 وبعدين تطورت الأمور هيك واستلمت مسؤوليات أعلى وأكبر وراحت على الأرض. يعني عشت على الأرض إذا بدك هلا بنحكي عنه بعد شوي. بس في شغلة كتير مهمة إنه جوسلين عملت عدة مراحل بحياتها ورجعت على المحل حقيقة اللي هي كانت هيك قريب لقلبها كتير، هي ترجع
عندها علاقة مميزة إذا بدك وروحانية خاصة اللي كان عندها جوستين. واللي بتقعد معها لجوستين بتحس إنه في نوع من هدوء داخلي عندها. أنت بتكون جاية مع عقدك وتفكيرك وهب يعني إذا بدك المشاكل تبعولك والغضب تبعك الداخلي والإحباط واللي بدك إيه، بتقعد معها هيك يمكن ما تقول شيء جوستين، بس بتحس إنه في هدوء بقلبها بطريقة حكيها بطريقة العلاقة معك. هالهدوء بيمرق هيك بزبزبات لعندك، بصير أنت كمان هالهدوء بيعديك، بصير أنت هيك بتروق ساعتها. بقى إذا بدك هذا هو الأسلوب تبعها لجوستين. وأهم شيء إنه بمحبة تقعد تحكي معك، لا بتوعظك ولا كذا. في عدة مرات يعني مع إنه هيك بتحس أوقات إنه بتكون كتير حزمة، إنه إذا شيء مثلاً أنت رحت شطيت كتير، لا بترجع بتجيبك على القاعدة الأساسية، وهون بترجع بتتحكي معك بتخاطبك ساعتها بالطريقة اللي حكيتك عنها هلا. بس إنه الشخص هيك يكون رايح يمين أو يكون رايح شمال أو شيء طلوع أو شيء نزول، لا بترجع بتحطه بمحله بتقول له هيدا اللي هون وهيك بدنا نحكي وهيك بدنا نكفي. وهيدا النمط استعملته كمان جوستين بيناتنا نحن وقت تعرف كلنا كان عنا خلافات وعنا مشاكلنا وعنا قصصنا، كانت هي هالمحور يلي يجمع الكل. ووقت تحس انه مثلا جوستين تلفنت انه لا بيكون في شيء جدي تكون هي دخلت هيك بهالشكل. شو مصير كل الارث ايه هالميراث يلي هالشغل اللي عملته جوستين، شو مصيره؟ بيت يوسف، الجمعيات، الاتصالات مع برا، هو شو بده يصير فيهم؟ بينتركوا بعد جوسلين ام انتم رح تكملوا رح ترجعوا تجمعوا حالكم وتقولوا لا نحن مع جوسلين كنا قوية وبغياب جوسلين بدنا نبين له انه بعدنا قوية؟ شو بدكم تعملوا دكتور ابو نادي؟ اول شيء جوسلين بنيت مؤسسات، يعني الامراه هي مؤسسه جمعيه قائمه، جان بول دو جمعيه ضخمه قائمه، صح. وبيت يوسف هي موجودة تسند، إذا مزبوط، صح صح صح. إذن أول شيء بنية مؤسسات، تاني شيء ما اشتغلت لحالها بحياتها، حتى زيارات إيطاليا اللي كانت تعملهم ما بحياتها راحت لحالها، دايما يكون فيها حدا من الصبايا اللي كانوا معها دايما هن يواكبوها. والمضحك يعني وقت بعد في وقت إجا المفد التلياني لهون واجتمعنا هيك كان في شي 10 من البنات تبولة لجوستين قديم معها بالبيت كله عم يحكي تلياني. بقى استغربت أنا أنه مش معقولة، يعني لا خيط هذه كانت جدية كتير وتعلمنا التلياني وصرنا نحكي التلياني تنعرف كيف بدنا نشرح لهم، لأن التلياني ما كتير بيحكوا لغات أجنبية. بقى هيدي منجا. إذن في إكيب طويلة عريضة موجودة من الصبايا المثقفين اللي عندهم خبرة، اللي عندهم إذا بدك التاريخ بالمقاومة، يعني مش إنه خلقوا هلأ من 10 سنين، هدول موجودين معها من 50 سنة، يلي عملوا حياتهم، صار في عندهم عيالهم، صار في عندهم أولادهم، وبذات الوقت كانوا عم بيساعدوها بكل المراحل اللي مرت. إذن في الإكيب موجودة تقدر تكمل، وأنا واثق من هالإكيب يلي موجود هلأ حاليا يلي بيقدر يكمل تماما بنفس الذهنية وبنفس الروحية، ما في شك. بس أكيد في توش تبع جوستين ما رح تكون موجودة بشكل مباشر، بدون يعرفوا هن كيف يترجموها على الأرض. كيف شو أهمية علاقتها بالكنيسة، وهل تنظر الكنيسة باهتمام إلى ما أنجزته جوستين خويري؟ أكيد. هل الآن يعني الكنيسة سيكون لها دور في الحفاظ على هذا الإرث وهذا العمل اللي عملته جوستين؟ أنا ما بظن الكنيسة هي رح تكون عم تتدخل مباشرة بهالموضوع. أنا بظن الإكيب تبع جوستين هن قادرين يعملوا هالشغل من دون مشكل. بس الكنيسة إيه، الكنيسة ما تنسى أنه في عندك باب جان بول دو اللي تعرفت عليه، بعدين كل بابا اللي اجا بعدين تعرفت عليهم وكان عنده علاقه مع الفاتيكان مباشره، والفاتيكان عينها بعده مراحل، بلشت بالسينود بالزمانات شاركت فيه، وبعدين عينها باللجنه المريميه الى اخره. يعني ما عندي الترمينولوجي المضبوطه انا بالنسبه للموضوع. اذا كل بابا كان يعطيها مهمه لجوستين، يعني وصلت لمحل انه تخطت اذا بدك الحدود تبع لبنان، وصارت هي كمان ملك الكنيسة العالمية الموجودة اليوم. دكتور أبو نادر، في أسألك إذا بسمح لحالي عن الأيام الأخيرة، كيف قضتهم جوستين؟ مين كان حدا؟ شو كانت عم بتقول؟ شو الصلوات يلي كانت ترتفع باسم القديسين يلي كانت تصلي لهم؟
طلباتها. ما بعرف إذا أنا عم بسأل كثير، لكن قد ما فيك تقول لي يكون شاكر لك. يعني جوسين كانت عايشة إذا بدك بشكل متواصل هيك مع مريم ومع شربل، يعني هول كانوا دائما موجودين، وكل يوم كان في يلتقوا كلهم سوا الصبايا ويصلوا المسبحة معها لجوسلين. وبوقت نلقيت وقت كان صحتها بتسمح كانت تروح هي تعمل زيارات وتطلع دائما على عنية. إذا بدك هيدي هوني هالتفاصيل هيدول أكتر أختها أخوتها أصحابها اللي كانوا عايشين معها كل الوقت، هيدول اللي يمكن بيعرفوا أكتر مني بهالموضوع شو صار. بس رح خبرك أنا آخر مرة شفتها واعية شوي هي مش هالجمعة، الجمعة اللي قبلها رحت عملت لها زيارة، كانت فاتت على المستشفى وبلشت هيك عم بتغيب شوي شوي. وقت وصلت أنا قلت لها أختها، قلت لها سامية، قلت لها جوسلين، إجا فؤاد هيك فتحت عيونها هيك ابتسمت وعملت لي هيك إنه أنا وقعت الهم under control عرفتي. قال جوسلين يعني بقى هيدي كان آخر مرة أنا شفتها واعي صراحة. وبعدين على جمعة بس اللي منيح إنه رق الوجع، هي رقت هيك بتحس إنه أوكي نايمة موجودة بيناتنا، وهيدي هي يعني كنا نقضي وقت هيك معها نحكي معها، بس هي ما كانت أكيد ما بعرف عم تسمع، بس إنه أكيد كانت بهالمرحلة بلشت تروح أكتر وأكتر ما راحت بالكوما يلي بنعرفه لأن هيدا، بس صح. كانت بلش أكتر وأكتر تنام إذا بدك، وهيك راحت بالآخر يعني هي منايمة وقف التنفس وراحت هيك بهدوء. وقت راح إذا بدك أنا ما كنت للأسف ما كنت موجود، بس خبروني إخوتها هيك حسوا إنه ريق وجه هيك صار فيك بسمة على تمها، وهيك بتحسوها ريقة مثل كأنه هيك مرتاحة. ضلت على طول محافظة على تماسكها وشجاعتها وصفاء ذهنها، ما تأثروا هول الشغلات. كان ألمها ألم جسدي أكيد بفعل المرض، بس ما حسيت ولا مرة أنه في شيء أثر لا على إيمانها ولا تراجع رجائها ولا خفت شجاعتها. بالعكس أنا برأيي هول زادوا، هدول هذا الإيمان زاد وتحست أنه هذا المرض جدي وكذا. أنا برأيي صار في عندها غير، يعني حكيت معها مرة حسيت أنه ترجمتها لهالشغلة هيدي صارت بغير محل، يعني صارت بغير تفكير أنه هيدي يمكن تكون أنا عم بمرق بتجربة جديدة بحياتي وهذا تطور جديد بحياتي أكثر من أنه هالألم والوجع والكذا. وهالتطور جديد بحياتي بدي أعرف كيف ترجمه وكيف هيك. إذا بدك أخذتها هيك بطريقة كتير فلسفية وأكيد كان في تماسك هيدا الرئيسة، ما فيها في رئيسة أبدا. هيدي إذا بدك بعدين بدها تعطي مثل لكل الناس أكيد السيركل الضيق ضيق تبع عائلتها وكذا، يمكن كانت تترك حالها هيك تقول إشياء يعني، بس بعدين لا في تماسك أكيد. قالت شي مرة ليش أنا؟ ليش صار معي هيك؟ أبدا أنا ولا مرة بستاهل، ما بستاهل هيك. كل هالعيش اللي عشتها وعملتها ما بستاهل أنت. شي مرة رودتها هالفكرة، شي مرة وعد بهالتجربة، تجربة التشكيك برحمة ربنا. سألتها مرة قلت لها هيك إنه ما انتفضتي، مش نأماني إنه بعد كل شي صار وكذا. هون ساعتها هيك جاوبتني بطريقة انه اخدتها انه هيدي شيء جديد بحياتي، مش انه انا بعد كل هالعذاب وهذا كمان يا الله كمان زدت لي هيدي الشغلة. ابدا ولا مرة حل سألت حواليا ولا حدا سمع هيدي منها يعني. بقى مش هيك انا هيك اللي قلت لك انه حست هالبنت انه في انا مرحلة جديدة بحياتي، والمرحلة الجديدة بحياتي بعدني عم جرب افهمها وعم بعرف لوين بدها توصلني هيدي الشغله. بالصور اللي بنشوفها عن جوسلين وخصوصا هلا مثلا بشوف البابا القديس جون بول دو صوره مميزه لجوسلين. انا كان لي الشرف والبركه والنعمه اني شفته اربع مرات بسنوات متتاليه. جون بول دو كنا نسافر على روما بشغل بالفاتيكان. انا مبارك
وربنا نعم علي وأكرمني أني شفت هذا القديس 4 مرات. بس هيدي الصورة اللي بشوفها دائما مع جوسلين مع البابا فيها نوع من حنان وأبوة ومسيحانية ورجاء وإيمان، شيء هي منخطفة بتحسها، وهو بشكل جدا محب معه. هاي أول صورة لفتتني دائما. الشغلة الثانية الصورة يلي مع الشيخ بيير رئيس المؤسس الله يرحمه، كان ميت بشير مستشهد بشير الله يرحمه، وما كنا نشوف الشيخ بيير إلا والدمعة بعينه، وأكيد الحدث الجلل منشوفه مع جوسلين هون عم بيتضحك الشيخ بيير الله يرحمه، من بعد من بعد ما بعد شو ليه كان يحبها هالقد لجوسلين؟ لأن جوسلين شو عملت جوسلين بالفعل؟ طب بلش أول شيء بهذا العملاق القامي الكبير الشيخ بيير، لكن يحب الشيخ بيير لجوسلين ضحك، لانه بعرف الشيخ بيير مش بالصور مش كثير بيضحك لحدا يعني. لا بالصور لا غير الصور هون ابتسامته كانت، ورغم استشهاد بشير ما كان صار له بشير سنه اقل من سنه كمان. هو كان يقدر كثير هالعطاء الناس اللي بتعطي عنده. الشيخ بيير وفى للناس يلي كانوا حواليه ويلي عطوه، هذا شيء كتير مهم عنده. وكيف بالحري جوسلين وعائلة جوسلين، ما تنسى سامي وفادي كلهم، وعند خي شهيد، انه باخر النهار انه هيدي كانوا ساكنين بقطع الطريق، يعني تقطع الطريق من بيت الكتائب بتصير ببيت سامي، ببيت الشيف سامي هيك كنا نسميه نحن. نحن بايام المجين وقت انشحطنا انطردنا من بيوت كل الكتائب، طلع قرار فينا من وراء قصة عملناها ممنوع نفوت على ولا أي بيت كتاب على فترة 45 يوم. رحنا من بيت كتاب، خلفتوا قرار شيخ بيير؟ لا رحنا قعدنا ببيت سامي، ببيت أم سامي وبيو. شو عملتوا حتى انفصلتوا؟ شو عملنا؟ ما علي خبر. لا عملنا شغلتين، مرة شحطنا مرتين، لأن مرة لأن كنا بمخيم ورحنا سرقنا عنزة وعنا باربيكيو ونزل المعايز تسكين شك علينا عند الشيخ بيير، دفعنا العنزة وانطردنا من الحزب، دفعنا حق العنزة أكيد دفعناها أكثر من حق العنزة. ومرة تانية وقت البيجين هيدي بال74 بالأواخر 74 وقت كان في الاستعراض العسكر تبعيد الحزب بنوفمبر دايما بتشرين من سينما الروكسي لا أيوة بقى نحن كان عنا الكيبي مع الغطاء بغطي الوجه أوكي. يلي هي هيدا بقى طلب منا وقت ويليام حاوي انه نشيلها عن الوجه، قلنا له لا نحن ما نمشي، لا اوكي بتشيل ما بتشيل، رجع بعدين طلع قرار طرد فينا. هيدي مرتين صارت يعني. بقى وقتها رجعنا قعدنا بيت سامي، يعني انت تعرف انه سامي يعني سامي والشيخ بيير او بيت خويري مع الشيخ بيير انه كتير كتير معروفين. وجوستين كانت هيك مثل البنت المدللة لإله للشيخ بيير، وكان اللي حق لقصصها. وبعدين انا بعدني فايق وقت ردت الهجوم عن الحدود، الحدود كانت على بيت الكتائب يعني وقتها، وتعمدوا انه يجوا الفلسطينيين من هنيك. انا هون بدي اسمع، بدي اسالك شيف فؤاد اذا بتسمح لي دكتور ابو ناضي. نحن وعيين على هذه الخبريه، وعيين عليها وسمعناها واكيد صدقناها وايمنا فيها، وانه كل شيء كان يعملوه الشباب كنا نشوفه بعين كبيرة وكنا نشوفه بقلب أكبر، هيدي على الأربع. لكن كمان الناس لازم تعرف أنه هلأ خصوصا باليومين ثلاثة في نوع من إساءات متعمدة أوقات غير قصد أوقات مقصودة، أنه رح تعملوها جاندارك ورح تعملوها وندر وومن بهذه الطريقة، يعني من مزح التقيل والسمج. وبذات الوقت في دفاع عنا لجوسلين عن حق انه لا هذا الهجوم صار، هذه المعركة حصلت، هذا الدفاع المستميت والشرس وقع والهجوم صد والمقاومة انتصرت، وجوسلين كانت هي وست صبايا كانوا معه. اذا فيك تخبرنا عن المعركة، أنه دكتور فؤاد أبو ناضر بيعرف كل شيء، وهذيك المرحلة كنت فيها وضليتك لوقت طويل، إذا بتسمع خبرنا شو صار ذات يوم من أيلول أيار 1976. أول شيء يعني إذا نجي منقول أنه لجوسلين أنت جان دارك وأنت مدري شو وندر وومن كذا، يعني بكون عملت لها إهانة إذا بدك يعني. بقى
بقى هيدي انتو ما عم بتهينوا الاكيب تبع جوستين، يمكن عم بتأثروا على ذاكرتها لجوستين، هي ابدا مش بهالوارد ابدا، وما عندها ابدا 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 شيء اسمه انه ابهيات وهدول يعني. بقى هيدا من جهة، من جهة تانية ايه، نحن بوقتها كان عنا عايزين اي واحد بيقدر يحمل بارودة ينزل يقعد على المتراس، اي واحد لو المرة الختيارة فيها تحمل بارودة بنزل نعاد على المتراس، لان كان في عنا انقطعنا من الناس قد ما صار في جرحى وقتلى وناس تعبت، ما عاد في ناس تقعد على المتراس. بقى اتنقى متراس يلي هو كان على الرجنت اوتيل، حد الرجنت اوتيل عم تقطع يلي هلا مبنى جريدة النهار، اي بوجلو جري وحد البلدية هونيك، بقى كان هيدي يسموها بناية النظاميات، لان كانت دائما البنات رح يقعدوا فيها هيدي على فترة معينة. بقى بده يكون وصلت للفلسطينيين هي بناية النظاميات، وطلعت لان طلعت بالجرايد ونحكى فيها نشوفوا النظاميات قاعدين، يعني دفعوا ثمن اذا بدك شوي الاعلام. صحيح. بقى هيتون الشباب عم بيقروا الجريده كمان الفلسطينيه، عرفوا انه والله هون في بنات، بنروحوا هيكون اول ضربين بيهربوا البنات، بنفوت بنصير جوا يعني بنصير ببيت الكتائب. بس للاسف الشديد يعني هيدا انه كان في جوستين على المتراس. كم قديك جوستين ومين كان مع حضيره يعني كانوا اقل من حضيره؟ ايه لا اقل يعني، كانوا كلهم سوا سته يعني، وخلصت الذخيره وفي بنات خافوا، في ناس بلشوا يبكوا يعني، في صار في هيك ساعتها هي جهه الالهام انه خيتها بتطلع من هالاوضه من هالمتراس شوف شو عم بيصير برا، وهي طلعت تصير شفتهم كبت ساعت عليهم الرمانات يلي هي خلتهم يتضعضعوا، والهيئه انصاب وقتها او قتل رئيس المجموعه اللي كان فايته، ومشان هيك انسحبت انسحبوا هالجماعه. بقى هيدي هي انا يعني انه بوقت الاوقات في كتير ناس عملوا هالشيء هيدي، وفي كتير صبايا عملوا يعني بهالمرحله ب 76 كان في نظاميات اعتق من جوستين وحاربوا أكثر من جوستين. يعني الفرق بينهم وبين جوستين إنه جوستين كفت، هني راحوا تجوزوا أو سافروا. أنا بعرف واحدة رجعت شفتها من بعد شي 40 سنة، سافرت أحي بفرنسا من كمان كانت إذا بدك أيقونة بهديك الأيامات، يعني اسمها هي ما راح أقول كل اسمها، رجعت شفتها هيك، هيدي كانت أنا أسمع فيها أكثر من جوستين إذا بدك على الأرض يعني. بس الفرق إنه جوستين اول شيء عملت تدريب متقدم اكثر منهم شوي، اللي هي كانت مسؤوله عن فرقه البيجين تبع البنات، اشتركت بالمعارك تبع الاسواق، بس هيدي المعركه اطلقتها اذا بدك لجوستين كمقاتله، وما كبرت براسها يعني. هون جوستين كملت المعارك بس ما عادت، مش انه انا جوستين شوفوا وندر مومن اجت كذا، لا ابدا يعني، بالعكس انا برايي هيدي سرعت وصولها للمرحله الجديده يلي بحياتها. وإلى أي لأمتين ظلت جوسلين في المعترك الحربي العسكري؟ ظلت كل الحرب أو توقف وقفت أمتين قررت أنه ما بقى تكمل بالحرب، ما بقى بدها وبدها تنقل على المرحلة اللي ظلت عايشة فيها؟ مظبوط، يعني هي كانت بلشتها أصلا يعني وقت ظهرنا من الحرب السنتين ووصلنا بعدين على مرحلة جديدة. هون جوستين شوي بلشت تفكر شو بدها تعمل، بلشت تفكر ببعض المعطيات يلي بتتعلق بحياتها جديدة إذا بدك، يلي تقربت أكثر من اللي هو صار تدرس لاهوت وتدرس أكثر تلاحق الموضوع. هلا بشير بوقت الأوقات وقت وصلنا بدنا نعمل القوات اللبنانية وكنا عايزين أن نرجع ننظم وننظم بسرعة، رجع طلب من جوستين ترجع هي تغطس على الأرض. هوني عملنا جهاز شيء اسمه جهاز النظاميات، والنظاميات كانوا مشاننا ما بينزلوا بيقتلوا بس بيعملوا كل شيء حد القتال، إن كان باللوجستية إن كان بالسلكة إن كان بكل إشياء دولي، وكان بده حدا يعمل مانجمنت لهالبنات يعني، فكان في كتير صار نظاميات وبده حدا يعمل له مانجمنت، وكان أفضل وقتها شخص يقدر يعملها هي جوستين. كان عندنا قدرة وعند الكاريزما تجمع ناس حواليها تعمل إكيب وتعمل تقدر تعمل إدارة لهالموضوع هيدا، وهيك صار. هلا هوني انا هيك بدي خبرك حدث صغير بهالمرحله، انا اشتبكت مع جوستين بالحكي وزعلت مني جوستين، وبعدين لأنا كنت بدنا نعجل وجوستين بدها تمرقهم بمرحله تاهيل اذا بدك روحاني قبل، لان هون كان بلشت جوستين بهالموضوع بهالفتره هيدي من 76 لل 80، ونحن كنا مستعجلين انه تشيلنا اياها شوي الروحانيات حتى نوصل دغري للشيء اللي بدنا اياه، يعني للتدريب الفعلي وللتنظيم الفعلي.
وهون صار في اشتباك وصار في زعل بيني وبين جوسلين. ومن بعدها انا اكتشفت انه انا شو عم بعمل يا خيي، هيدي مره في عندها اسلوب على ايه اسمع لها، عرفت كيف؟ برجعت انا رحت لعندها قعدت معها ورجعت اعتذرت منها، وفيما بعد بنينا نظرتها لجوسلين. يعني هلا بتذكر هي كيف بتضحك وقت تخبرني، بس تضحك كمان بقى خبرتنا عملت شغله جوسلين انه الى جانب هالشيء هيدا بدهم يمرقوا البنات بتاهيل اذا بدك روحاني، وبذات الوقت لازم يفهموا البنات انه هن منن انه بدها تعملهم شيء مميزين بهالمجتمع الجديد يلي نفيت عليه هو اللبناني. بقى هون وهون كان في عندها شغله دائما تكررها جوستين انه بدها تعمل تحصين للانسان، لان اذا بتحصن الداخل تبع الانسان بصير الانسان افضل، بصير الانسان في عنده بيظبط اموره داخليا، وقت ينزل على المعركه وقت ينزل على الحرب او يروح على الخدمه بيكون عم بيخدم احسن وعم بيرتاح اكثر بالخدمه، اذا بدك هيدي النظريه تبعيتها. وهيدي تكللت بعدين وقت قررنا من بعد معارك الجبل بال 83 باوائل 84 اسسنا المرشدية الروحيه بالقوات اللبنانيه. صحيح. واطلقنا الصليب المشطوب يلي انعمل له 100 تقويله، يعني يلي انا بيه للصليب المشطوب. بعرف كلنا بنعرف. وجوسلين هون اذا بدك كثير اشتغلت معنا تعملنا هالمرشدية الروحيه، وكانت هي اذا بدك هيدي بتجسد لها كثير من طموحاتها وتجسد لها كثير من الاسلوب تبعها. وباخرتنا احنا اقتبسنا يلي هي بلشته مع النظاميات على 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 شيء على سكيل اصغر، نحن على المرشدية الروحيه كبرناه، يعني اخذنا الموديل تبعها وكبرناه. وهون كان في هالوقت اطلقناها للمرشدية الروحيه بنيسان 84 بالمسيرة عنية، ويلي كان الشعار تبعها انه البارودة يلي ما في وراها مؤمن في وراها مجرم. حلو. مش بمعنى انه هالانسان يضل مسك الانجيل وعم يصلي، لا صحيح، بس يكون عنده الاخلاقيات اذا بدك المسيحية. يعني احنا بدنا مقاتل مش قاتل. حلو. نحن بدنا واحد يروح على الحرب حتى يكون براسه عم بيخدم المجتمع مش انه عم يضر المجتمع. اذا بتسمح لي في معي مداخل اتصال هاتفي من السيدة بيارات بستاني. ايه اهلا بيارات، انا بتشرف بصداقتها على الفيسبوك بس بعرفها، وهي من اعز واقرب الناس لجوسلين واقرب الناس لألك. انا بدي حييكي وعزيكي، بعرف الالم الكبير يلي انت عايشة فيه والخسارة الكبيرة يلي انت مرقت فيها، وكل الرفيقات واحبي واخوات جوسلين. ست بيارات الكلمة لك. نعم. تفضلي. أنا أول شيء بشكركم على هذه المقابلة. قصة موت جوسلين بتخطى الألم الجسدي، بس في إشياء حابة ألقي الضوء عليها. سألت سؤال عن مرضها. جوسلين رافقت ناس كتير كانوا معهم كانسير من جماعتنا، وكانت عطول تصلي يا عدرا خليني أحمل ألامهم. جوسلين وصلت لمرحلة ما كان بدها غير رفاقة اللي جمعنا الموت فيهم، واللي الدكتور فؤاد كان حدا بشكل منه طبيعي. جوسلين تخطت الأحزاب، بس جوسلين كانت مع المقاتل، مع الشباب، مع شباب طبري، شباب إليج، الشباب كلها سوا تركوا الأحزاب وفاتوا بهدف العذراء. جوسلين لحقت إليح بيئة على سوريا على آخر الدنيا، بمعنى برسالة إنه إلي مظلوم وبعيد، وقفت حد الجنرال عون. وكان آخر اتصال إلها لجوسلين مع الجنرال عون وقتها تلفن له، وهي وعم تغبى تقلي الله يوفقه يا حبيب قلبي. جوسلين ما عرفت غير المحبة، كان عندها ديفو واحد بالإدارة، ما كانت شاطرة، لأنه عندها مطعم لازم الطباخ تيلحق الكونتابل تيلحق مين مكان بواف بارتيسيبي على ديسيزيون، تكسرنا بمشاريعها، تكسرنا بقصة المصاري، رفقتنا بالشوف، وقفت حدنا، علمتنا التعايش كيف بدنا نعيش. وفي قصة بحب خبركم إياها كتير مهمة.
في ليلة جوسلين عم بتصلي للعذراء وقت انظلم الرئيس إليح بيئة، بتقلها للعذراء هي عم تبكي، بتقلها عطيني سين انه انا لازم كون حدهم الشباب. بيجيها اتصال من رئيسة الكرمل بحريسة، تاني نهار بتقلها جوسلين هي اسبانية لستو تعي لعندي. راحت جوسلين لعند الرئيسة بتقلها أهم شيء توقفوا حد إلي حبيقة هلأني. هاي الرهبة كانت تطلع بالأخبار بكل شيء، كانت تشوف الإنسان بكل شخص منا، كانت كان عندها محبة. أنا ما عم سيدها لأنها ماتت، أنا كنت عذبها شوي لأنه بدي نكوز، بس هي سامحت، سامحت الكل وماتت بقداسة. يعني قد ما كانت مرتاحة برحلتها الأخيرة كنت أنا عم بتمنى أنه تموت، بس تعزينا بوجود هالشباب. بطولتهم كانت بالمحبة، بطولة فؤاد، بطولة الشباب كلها سوا، بطولة البنات. صعب كتير علينا يا جورج أنه نكفي مسيرتها، بس هي منا طالبة منا غير المحبة. إن شاء الله نكون عقدة. بفتكر إنه بدنا شغل عحينا بورقدر الله وطير. أنا بدي أشكرك. تحبي بعد تقولي شيء؟ تفضلي تفضلي. أنا اللي بتريدي تفضلي. حتى يعني بخبركم نكتي. مثلا مرة تلفنت لي قلت لي عزمتك على الغداء ونزلت، قلت لها أنا ما معي مصاري، ما معي فرانك جوسلين إذا بدك تعزميني. قال لا أنا معي مصاري. فتنا تغدينا وضيعتها لجوسلين، بلاقيها عم تتصل تليفونات وهيك، يا عمي لمين عم بتتلفني؟ تيجي لعندي بتقلي ما تزعلي مني، ما معي مصاري. عطيتهم لناس على الطريق وعدنا ندبر حدا يدفع عنا. جوسلين كان في شاب ما بدي أقول من أي منطقة إلى بيلا سكيزوفرينية، قبل ما عرفت الدياجنوستيك تبع مرضها رحت معها أنا، قلت لي بدي أنزل على بيروت. صريخ من وجعها، صريخ 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 من وجعها. قلت له وين أخذتيني؟ طلع أنه في شاب قاعد تحت البناية أخذت له أكل. شو ما بيتلخص الحديث عن جوسلين قد ما خبرك، بس كانت تعد لي على طول جوسلين انقذت من عيلهم، انقذت كثير. حتى هي ودا تريكو ما هي وعم بتطهوج شوي تقلي بس انا بحبهم، بس انا بحبهم. انا سمحت يا بيرات، انا سمحت. هيدا بقدر اقول لك عن جوسلين بقى. وحتى بترافق كل شهيد، كل شهيد بالصلاه بتضلنا ترافقه، تصلي له تصلي له، تتقلي خاي عرفتي شو بصرته بنومي لابس ابيض. هيدي هي جوسلين. ان شاء الله بشفاعتها، وانا ما بلاقيها بعيده، واللي شافها عند رهبات الكرمل بيعرف انه مشروع قديسي. ومثل ما قال دكتور فؤاد، جوسلين هي واسلمت الروح شع وجهها بجمال منه طبيعي. بقى أنا بقلكن ميرسي، وإن شاء الله كلنا نعيش بشفعتها. وباسم جوسلين يا دكتور فؤاد يا حبيبي بقلك ميرسي كتير. شكرا لك بيارات بستاني، سيدة بيارات بستاني، رفيقة وأختها. خلا بستعمل التعبير أنا لراحلي جوسلين خويري، نفسها بالسماء وسكناها مع الأبرار والقديسين ويسوع ومريم بإذن الله، بإذن الله. شكرا لك. والعزاء والمسيح رجائنا والقيامة أملنا، بإذن الله. شكرا لك بيارات بستاني. بتحب تعلي دكتور أبو ناضي؟ لا لحكيته كتير مهي، كتير حلو، كتير حلو كلامك، كتير حلو، كتير حلو، كتير حلو. كنت عم تحكيني بس أنا في شغلة إذا بتسمح لي. موضوع الصليب المشطوب ما بدي فوتك، أنا سياسي وبعرف ترفعك وأخلاقيتك بهذا الموضوع دكتور أبو ناضر، لكن من شي سنتين أو ثلاثة كنت عم بحضر وثائقي عن الحرب العالمية الأولى وعن تحضيرات الجيش الروسي للانخراط بالحرب، وانت بتعرف كيف في خوري أرثوذكسي أكيد روسية
عم بيبارك الجنود قبل ما يروحوا. وانا هيدي صورتها الوثائق عندي، بس صورتها كمان فيديو وعملت لها ستيل، عملت لها فوتو. هيدا حاطط صليب مشطوب، هذا فكرة الصليب المشطوب بالكنايس. لا لا عندي، عندي سوق. لا لا انا بقول انه لا لا هني عنده صليب مش على الطريقة بس عنده حاطط. انا اللي عم بقوله انه فكرة الصليب المشطوب بالكنايس بتجتمع عليها كل الكنايس، لكن تفوت انا بهذا الموضوع. ليش كانت فكرته؟ لانه حضرتك جبت السيري هلا او لحظة فتحت هذه السيري، وبالفعل هي كانت بايامك وكنا شهود على ذلك. شو كانت فكرته الاساسيه؟ لانه كمان هيدا عمل بوليميك طويله عريضه انه انتم عم تكسروا الصليب وعم تشطبوه عم تغيروا له. وهيدا بتعرف هذه فاقوا عليها العالم، بس خبرنا شو قصتها. بس على الاقل هلا فتحنا سيري تيعرفوا الناس حقيقه الصليب المشطوب، الصليب المقدس. نحن كانت الفكره هيدي طلعت هيك من بخلال هيك مناقشات بيناتنا، انه بدنا نعمل صليب يرمز للمقاومه مثل لاكروا دو لورين تبع شارل دوغول، صحيح، مثل التليان واسبانيول، كل واحد كان عنده صليب شكل هيك معين، والصليب الارثوذكسي اللي هو صحيح بيبين من كل الاتجاهات. اذا قلنا نحن بدنا كمان نميز هالمقاومه هيدي بصليب يكون يعرفوا انه هذا الصليب هو صليب المقاومه. وعملنا وقتها لجنه، وهاللجنه هيدي خليناها هي تنقي، وجابتنا عده صلبين، وبالفعل نحن نقينا هذا الصليب، خلقوا له قصه للصليب انه هيدا حف على الارض تيقدر يغرز اكثر بالارض، وهو اللون الاحمر ولون الدم والابيض لون النقاء والثلج، يعني كله كان عنده تفسير. والى جانب هالشيء كان في صلاه المقاوم، وكنا مستعجلين بدنا نطلع الصليب قبل انطلاقه المرشديه الروحيه. وكان الصليب بس بيتعلق هون كبين مثل البينز هدولي، او بينحط جوا. ما بحياتك كانت الفكرة انه يعني عمل علم عليه الصليب او ينحط على الدبابة او على الملالة مثل ما صار بعدين، يعني ولا بشكل من الاشكال. يعني اصلا هيدا عسكريا ما بيجوز، يعني تحطه هيك كبير مثل كأنه هيدا بصير انت نقطة اعتلام للعدو. يعني بقى كان ماكسيموم بده ينحط، او بينحط هيك بيتعلق هيك صليب صغير هون، او بينحط جوا. والشغلة الثانية كانت انه يعني هل مرشدية الروحية يصير في عندها اذا بدك نوع من مثل ايماج دو مارك، يعني سبيسيال، يعني تكون بلشنا فيها مع صليب مع صلاة، وبذات الوقت مع المرشدين يلي هو كان اهم شيء، يلي جوسين كتير اشتغلت لتنقيهم. صار في لكل سكن لكل وحدة عسكرية مرشد، وهالمرشد هيدا في بعض المحلات عامل عجايب. وهنا بدي خبر نكتة يعني صغيرة، كان في خوري تعرفت عليه انا وقت حصار ضي القمر، ارثوذكسي اجى من بحمدون. بقى وقت نزل على جونيه وكذا، وسكن بجونيه، خوري ارثوذكسي سكن بجونيه. بس قد ما كان مهضوم، كان عيونه زرق هيك بعني فيه، ما بعرف نسيت شو اسمه، بس قد ما كان مهضوم كان هيك بتحس بيقعد معك هيك بشع يعني بيخليك بيقلب لك هيك فوقاني تحتاني. بقى انا قلت له شباب، اقترحت انه ما زال ساكن بكسروان، بركي بيكون قريب شي سكن بكسروان. يعني في مره مري قال لي ولو سكن بنص كسروان بنجيب له واحد روم. ونحن ما كان في شيء منه اسمه بالقوات، ما كنا نعرف مين روم ومين سرياني ومين اشوري، هذا الشيء ما كان وارد ابدا. صحيح. امتين كنت عم بسالك كمان دكتور ابو ناظر، امتين قررت جوسلين انه أنا الأوان للانتقال إلى الحياة الأخرى، حياة على الأرض بس بشكل تاني؟ أمتين حسيت أو بالأحرى بلشتوا تشوفوا أنه جوسلين هذا العمل العسكري حطته وراها وانتقلت لمرحلة جديدة؟ بالسنت من بعد الانتفاضة بأدار بقيت شوي صغيرة على الأرض، بعدين ب86 كليا تركت، وساعتها راحت كليا لغير محل، وأسست اللبنانية 31 أيار، حركة 31 أيار، وبلشت راحت لغير محل. يعني بلشت تقول أنه أنا عندي هالمهمة بدي كفيها في غير وسائل وغير أساليب، وبذات الوقت أنا بدي حسن إذا بدك. وهون كانت الأهمية، أنه بهالوقت هيدا كان في كتير تشنج داخلي، وكان في كتير هيك في تهديدات داخلية وجو عاطل كان هيك على الساحة، بس هي خلقت نوع انه بالطريقه اللي اشتغلت وبالحكي اللي كانت تحكيه صدقني ما كان ابدا يرحم حدا، يعني ابدا كان كتير قاسي وكتير صلب، بس
عطت مصداقيه للحركه تبعيتها وحصنت الشغل اللي كانت عم تعمله، وهيك انطلقت. تعرضت لمضايقات؟ اكيد بوقت ما رويت. اكيد اكيد صار في تضييق عليها، وصار في تهديد، وصار في حاولوا انه يستملوها، لان الصوره باخر النهار اسم كتير مهم جوستين، عرفت كيف؟ يلي كان يعتبر انه في جيبه من جهته جوستين تعمل كتير ادد فاليو، اذا بدك قيمه مضافه، بقى اكيد صار في شيء من هالنوع. بس بوقت من الاوقات خلص هي عملت هيدا الحصن حواليها وحول البنات اللي كانوا معها، وانطلقوا ساعتها. وهالانطلاقة كانت كتير مهمة، لأن من وقتها بلشوا، بعد كم سنة، بعد سنتين يمكن، بعد 86 88 89 راحت يمكن أول مشوار على إيطاليا، وبعدين كفت الأمور. على وسائل التواصل الاجتماعي كمان دكتور أبو نادر عم بيتم تناقل كلام منسوب لجوسين خويري الله يرحمها مع رئيس حزب القوات اللبنانية بفترة 85 بالانتفاضة الأولى ب 12 أذار 1985 لما صار الوضع كل العالم نعرف شو صار. هيدا الحديث صحيح أم منسوب لإلها؟ هل كانت هل أدى العلاقة صدامية وعدائية وسلبية ومتشنجة مع الرئيس الحالي للقوات اللبنانية بين جوسين خويري وبينه، وانقطعت العلاقة من يومتها، أم صار في تواصل بيناتهم بعدين وصار في نوع من مصالحة أو مصارحة؟ ما بعرف، حضرتك بتقلي لأنه أنت أقرب الناس. يمكن أقرب الناس بيارات وشيراز و من بين أقرب سوريا والبنات يعني. أكيد. في شغلة مهمة، يمكن فحوى الحديث يعني الجو هيك كان، جو تبع جوستين هيك كان. هلأ إذا قلتهم هيك أو مش هيك ما بقدر لك يعني، بس صح أكيد صح. الجو هذا هو. بس شغلة تانية، جوستين كان عنده قوة داخلية ذاتية قوية بشكل انه فيها تقدر تقعد مع عدو لإلها او مع خصم لإلها وتحكي معه، وهي كانت تنطلق من الفكرة انه ما لازم تقطش مع حدا، وهي كانت تجرب دايما تمد جسور لحديث ما الاخر يرفض انه هالجسر انه يكون ممدود هيك بهالشكل. بقى فيني اكد انا انه جوستين دايما كان في بتفكيرها انه ما تخلي حدا بعيد، ما تخلي حدا زعلان، وتجرب تعمل قد ما بتقدر. بهيدا اذا بدك وصار في بعدين، انا بظن صار في بعدين لقاءات، بس ما اثمرت هاللقاءات لان وصلت حست انه ما بشرك بي. كيف كانت علاقتها بالشيخ بشير الله يرحمه؟ لا كثير الرئيس الشهيد بشير جميل. لا كيف كانت علاقتها؟ كان يعتبرها اخت، وجوسلين كان يعتبرها انه وحده من الاكيب النويو الصغير اللي حواليه. ما في شك انه جوسلين كانت عندها كلمتها بتصير اثنين مع بشير اكيد. وعلاقتها مع فخامة الرئيس أمين شميل كمان ما عندها حدا، جوسلين ما عندها حدا يعني، انه بالعكس بحكي كعلاقة مع بيت مع آل جميل. أنا بعرف حضرتك عندها علاقة بين بيت خويري وبيت جميل أكيد، لكن هي على المستوى الشخصي كانوا ينظروا لها لأنه هي بيت خويري ولا لأنه جوسلين خويري؟ جوسلين خويري بالأول، جوسلين خويري بعدين بنت الخويري او اخته لسامي الى اخره. بس ما في شك جوستين كان عندها مكانه مستقله ومكانه واضحه ومكانه كل الناس كانت تتمنى انه يكون معها. بدك تسمح لي بسؤال، امبارح شفنا فخامه الرئيس كمان امين جميل كان جدا متاثر، لكن امانه وصراحه صاروا كتير يسألوا الناس انه بشير رئيس جميل هلا هو الله يطول بعمره وخليه بصحته مثل ما هو، بس صحته منيحة فخامة الرئيس؟ لا أكيد. عم نسأل بس أمانة، لأنه بارح هلا بتعرف بيطلع واحد إذا عطس بيقول لك خلص أكلها كورونا، إذا غمض عينه بيقول لك أكل جلطة، ما في مجال، لبنان كله بتركب الأخبار بسرعة. وامبارح شافوا هذا التأثر البادع ليه للرئيس امبارح فخامة الرئيس أمين جميل، بلشت العالم ليك شو بيه الرئيس وبدي شو بيه وهذا بقى. لا لا انت معي هلا هون ايه بسألك. لا صحته كتير منيحة فؤاد ابو نادر ابن ابن العائل، وكمان حضرتك الوالدة انت يعني هن اخوالك، شيخ بير الله يرحمه المؤسس جدك صحيح، لكن ماشي صحته منيحة الرئيس. ايه نعم. الحمد لله. دكتور أبو نادر جوسلين كانت تشوف حالها يعني تنظر إلى نفسها كجندية عم بتأدي دور في هذه الحرب، ولا
الى بتنظر الى حالك حامله رساله او امانه وديعه بدها ترجع توصلها بيوم من الايام. يعني هل هذه الروحيه تبعيد جوسلين فينا نقول بعدها موجوده؟ فينا نامل انه تتعمم ولا راحت مع جوسلين؟ لانه دائما للاسف عندنا حالات بلبنان وظواهر وناس استثنائيين بتلاقيهم بفلوا وبيروح كل شيء معهم. التاريخ علمنا هيك وبتعرف انت زعمائنا وقادتنا وكبارنا راحوا ما في حدا محلهم قليل. بقى هل جوسلين راحت وما في حدا محلها يعني، ولا انتم متمسكين ومصرين انه لا بدنا نعمل شيء تا هيدي الشعلة على قليل تضل مضواية كم سنة؟ ورح نخلط لها ذكرى بإشياء ربع نحكي فيهم بعدين، عم بلش نتداول هيك بين بعضنا كيف فينا نعمل لحتى نحافظ على الإرث ونحافظ إذا بدك على شيء اللي خلقته جوسلين. بس مثل ما قلت لك جوسلين خلقت مؤسسات وعندها أكيب ما تعرفهم من 50 سنة يعني وبيعرفوها يعني يعني جوسلين بتزيح على جوسلين بتحط مثلا حدا ما رح سمي حدا من البنات فيها تكفي بذات الطريقة وبذات الأسلوب. أكيد في التوش تبع جوسلين منها موجودة. أنا بدي لك شغلة هون على جوسلين. سألتني عن كانت هيك مقاتلة وكذا وإلى آخره. وقت استلمت هي النظاميات وبلشت تشتغل كمان بالمرشدية الروحية كان في عنا دايما شغلة جوسلين إنه تعتبر إنه هي لازم تكون على الأرض. وفترة من الفترات نحن كنا قاعدين بأقليم الخروب وهيدي المنطقة اللي كانت يعتبروها إنه منطقة صعبة اللي بيروح بيقعد هونيك بتكون صعبة. كان في عندها دائما هي برنامج على كل الاعياد وعلى كل المناسبات عيد الكبير وعيد عيد الميلاد وراس السنه وكذا انه لازم نحن المسؤولين نكون كلنا قاعدين مع الشباب على الارض بهالعيد هيدا. بقى كانت تعملنا بروجرام، تعمل بروجرام لفادي فريند، تعمل بروجرام لالي ولكل الشباب انه انت مثلا على تروح اقليم خروب تبرموا على امتريس كله سوا بتعملوا قداس هون وبتعملوا تاني نهار الاحد لقاء هيك وبتعملوا عشاء هون والجاتو بيكون هون. يعني كانت تمشينا اذا بدك لحتى نكون المقصمين كنا سوا انه يلي قاعد بالشتي وبالبرد وبالوحل هيدا بيكون تقعدوا روحوا تقعدوا معه، ممنوع حدا رح يقعد بالبيت ويعيد بالبيت مع اهله. بهيدي كانت شغله كتير مهمه وكان جوسلين هي نقول لها عاملين لنا بليز بروجرام حتى نعمل النزله على الارض بهالشكل. اذا كتير مهم انه مش جوسلين قاعده ورا مكتب، جوسلين بدها تقعد على الارض وكل الناس بده يكونوا عم بيفكروا كمان هيك معه. لو ما صارت الحرب كان حدا سمع بجوسلين؟ يعني احدى الحرب لها مساوئ بس لها حسنات كمان. أكيد بينت شباب وسقط شهداء وبينت أبطال أكيد. وفي ناس حافظوا على بلدهم ودفعوا دم تعيشوا نحن نبقى. لكن أنت بتعتبر الحرب أحدى إيجابياتها أنه فرجتنا جوسلين خويري وغيرها؟ غيرها أنت سميت لي قلت لي عن صبايا وستات كتار، لكن جوسلين هي اللي طلعت من الخط مزبوط. من الصف وضلت مكملة على 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 راس الخط مثل ما بقول. ما في شك انه الحرب او المعارك او بعدين الاشياء اللي صارت بعدين كانت رافعة اذا بدك لجوسلين، بس انا قناعتي من جوا انه على كل حال جوسلين كانت وصلت لهون بغير وسائل. صح. كيف كانت نظرتها للاسلام دكتور؟ اذا في اسالك ما بعرف في لا كانت اسمع يعني كانت مسيحية مؤمنة ملتزمة كيف. بس كنت تسمعات تحكي عن الآخر بنفس الاندفاع والزخم والتدفق الروحاني وأكثر عن الآخر كمان؟ أكيد وأكثر. أنا حاضر مع يعني قاعد معها كذا مرة وخاصة تقلي أنه بدنا نروح نكتشف الآخر يلي قعدنا نحن ورا متريس نشوفه من ورا المنظار وورا المتريس وورا النشان تبع البارودة. لا بدنا نروح نكتشفه للآخر ونقعد معه وخبره أنا كيف أنه بكل إذا بدك بكل مصداقية روح قل له أنا هيك فكر، أنت كيف بتفكر؟ كيف عملته؟ ليش قوصنا على بعضنا؟ وأنا بعرف أنه في مجموعات من المقاتلين القدامى كلهم أجوا لعنده كلهم دعيوة هيدا تعيها لأنه درزي بمنطقة درزية، هيدا منطقة شعية، هيدا منطقة كذا أو بهذا الأحزاب اليسارية كلهم بالآخر صاروا يتناتشوا لجوسلين. يعني كان عنده أسلوب كتير مهم تخاطبهم لكل الناس وترجع بتجي تقلنا لقلنا انه يا عمي انا تجربتي مع الجماعه هيك، نحن كنا فاهمينين غلط، لازم نحن نصلح تركيبتنا تركيبه عقلاتنا لان عقلاتنا اللوق مش هن عقلاتهم اللوق، لان بهيدي الشغله يمكن عقلاتهم اللوق مزبوط بس بهيدي الشغله نحن كثير كنا هيك.
وسعوا يا شباب هالبكار هيدا، شوفوا الأمور بهالطريقة، خلنا نسمعهم كيف عم بيحكوا. إذا بدك ساهمت كتير جوسلين بهالتقارب هيدي، وهيدي عملتها شغلتها بوقت من الأوقات، تروح تكتشف الآخر. وقالت لي كنا نحكي كتير، يعني أنا قلت لها نحن وقت طلعنا من الحرب سنة 90 ما عملنا مثل مثلا بعد الأبرتايد بأفريقيا الجنوبية، هل نعمل الحقيقة والمصالحة يعني تنقية الذاكرة وتنقية الذاكرة، وأنه هذه كيف واحد بينطلق من بعد 15 سنة حرب دمار وخراب، كل واحد بيطبش على ظهر التاني بالطايف ويلا يا شباب كله منيح، يلا أنت بتعمل وزين بتعمل نية وانتهت القصة. خي كيف ما في هالجذور تبع المشكلة وينية؟ كيف نحن قتلنا بعضنا وخربنا هالبلد ودمرنا هالبلد؟ ما حدا بيسأل سؤال؟ ما بنقعد على طاولة منقول يا خي لا دغري بنرجع نتقاسم الجبنة، لا أنا بدي ثلاثة نواب، أنت بدك ثلاثة مدراء عامين، أنا بدي أعمل هيك، أنت بتعمل هيك، يلا بنمشي البلد وسرقنا البلد وصلنا الشيء اللي وصلنا له نحن اليوم. هيدا إذا بدك كان الأساس بتفكير جوستين، لازم نبني الإنسان بهالبلد، نعمل من الإنسان اللبناني إنسان أفضل وأحسن وصادق ما بيكذب. وهيدا إذا بدك هالرسالة اللي أخذتها على حالها إلى جانب الشغل منيح اللي عملته، إلى جانب مثل ما قالت كمان بيريت خبرت على كل هالمرضى اللي حواليها، يعني كان صراحة مرة قلت لك يا جوستين فلقتينا بدنا نقعد معك، كان في عنا 100 شغلة بدنا نحكي فيهم. نحكي مرة مثلا بالذاكرة عم نعمل مؤسسة نكتب ذاكرة المقاومة، طيب يا جوستين بدنا موعد، تعطينا موعد بعد جمعتين؟ طيب قلت لي فتحت هيدا المفكرة تبعيتها الكبيرة هالقد أكاتب أكاتب هيك وبلشت. طيب هون في فرق؟ لا، ما هون بدي روح عم زيارة بالمستشفى، هيدي بتاخد معنا 3 ساعات لأن بدنا نصلي وبدنا نقعد. طيب أوكي، وهون جوستين بالآخر قلت لنا أمتين يا أختي وخلص، وهيك صار بقى. هيدا إذا بدك هيدا إذا بدك النمط، لأن كان هي إنه نحن ما فينا نكبس الزرار والإنسان بيصير أفضل، لا بدك تعمله حلو. بدك تعلمه، بدك تسقفه، يا ما عملت تسقيف، يا ما عملت تزهين، يا ما عملت إنه بالمركز بعدين تبع اللي عملته بجون بول دو إنه هالعيال المفككة مثلا كيف بدها ترجع تلحمها، كيف بدها تجيب البسيكولوج، كيف بدك تجيب إنه شغلة يعني شغلة شغلة الإنسان الأفضل على الأرض اللبنانية نعمل لبنان أفضل، هيدي المعادلة. عملي شغلات كتير جوسلين، بيحضرني هون الكلام الإنجيل، الله الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، عملي كتير أشياء ما حدا بيعرفها أكيد ولا بتحكي فيهم، ربنا عم بيجازيها وبيكافئها بإكليل البر مثل ما قال بولس برسالته لتيموتاوس. هيدي بالحرب مش بإيدنا على كل حال، بالحرب أكيد بالحرب، بس ربنا عادل ورحوم وشايف كل شيء، نحن ما بنشوفه هو بيشوف. دكتور أبو نادر، بالحرب كل العالم معهم حق، الخصوم على حق والحلف، يعني اللي بتقاتله معه حق واللي بيقاتلك وأنت كلهم معهم حق أكيد. شو كنت تشوف جوسلين أنه حكيتنا أنت بهذا الشكل؟ هلأ أكيد كنت عم تقلي عن نظر جوسلين، لكن شو اللي شغلات يلي نفروها بالحرب؟ شو اللي نظرت لقلهم انه لا هول ما معنا حق، ما هم معنا حق، هم ما معنا حق؟ في شي شغلة معينة كانت تقلك او تلفتك او انت تقعد تحكي انت وياه والشباب اكيد انه عملنا هيك شغلة غلط يا شباب هون؟ شو هي؟ التقاتل الداخلي والصراع السلطة بالداخل، هيدا كان نشانة كتير عاطل، وهيدي الشعرة اللي قصفت ظهر البعير يعني مثل ما بيقولوا، لأن بوقتها ساعتها قررت أنه خلص هذا الموضوع انتهى، بدي أقلب هالصفحة، أنا بدي كفي هلأ على طريقتي وبأسلوبي، وهيدي هي وهذا اللي صار. هيدي الشغلة اللي ما بحياتها قبلتها وبحياتها حملتها، وكان في عندها هيك كتير حزن بهالموضوع هيدا. بس تخلت عن البدلة العسكرية وخاضت بهاي الحياة اللي عشتها لآخر لحظة بحياتها، كانت تحتفظ بشي سلاح بشي محل؟ ما بظن، ما عاد شفت سلاح عندها بالبيت يعني، من قصدي بالسيارة أبداً. كل هالمرحلة اللي صارت وراها ما كنت خايف، إلا شو بدها تحمل سلاح، ما أنا خايف على حالها. وصلت لمحل جوسلين صار في عندها هيك نوع من هدوء داخلي، سلام داخلي، سلام داخلي، صح، انه كتير قوي، انه ما حد ابدا مش شايفه بقى، اذا بدك مش شايف الشر، يعني الانسان الشرير لا ارى عدوا، الانسان الشرير بتشوفه منيح اذا بدك هالقد يعني حلو. انا بدي اقول شغلي هون بالنسبه لقضيه
قلت شغلي على كل واحد معه حق بالحرب. ايه كل واحد معه حق، كل واحد بيقتل القضيه مستعد يموت كرمالها معه حق حتى لو كان عدوك. مين غلطان؟ هذا صار بدك تتناقش مع الاخر. ها صح معك. عشان هيك انا خبرك، انا خبرك بعد ما يكونوا خبرك خبريه انا صارت معي. تفضل تفضل دكتور. من شي 3 سنين بيدق على الباب حدا عندي على مكتبي على الدوره، بفوت بيقول لي انا جاي من الحزب الاشتراكي وجايب لك هذا من المقدم شريف فياض. طلعت هيك كتاب، عامل كتاب عن حرب الجبل الله يرحمه، عامل لي عامل لي اهداء بالكتاب، وهداء كتير حلو حقيقه. يعني كتير تاثرت او شفكر فيه هالزلمه، بعد يمكن 30 سنه ما شفته، يمكن اخر مره شفته ب 86 او 87 يمكن بالاجتماعات كنا عم نعملها وقتها مشان اللجنه لوقف اطلاق النار وكذا. ما عاد شفته للزلمه. بعد تلفنت لصديق مشترك، رحت لعنده على البيت تشكره، خاصة أنا عرفت أنه كان مريض. صحيح. كمان توفى بعد بوقت قليل جدا، بكم شهر بعدين. صحيح. رحت لعنده على البيت هيك قال لي شغلي، قال لي يا عمي صار في مصالحة بين الزعماء بس ما في مصالحة على الأرض بين الناس، هيدي لازم أنا وياك بكرة وقت سير منيح بروح أنا وياك تجي لعندي عم شتفين تتغدى عندي، بنروح هناك نبرم على الارض بنجيب هالناس شوفوا يقعدوا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم ياكلوا مع بعضهم. انه اذا بدك هيدا هيدا كان الجو تبعه. حرام ما طول كتير هيك ورجع انتكس. واللي كمان هيك اثرني اكثر انه نفس الشخص اللي جاب لي الكتاب جاب لي النعوي، بالكانه قال له ما تنسوه روحوا لعنده خذوا له نعوي. صحيح. مقدم شريف فياض كان ليك شريف، خصم شريف وشرس بالحرب، اسم عم مسمى وصديق محترم ووفي بالسلم، يعني الله يرحمه ويرحم كل شريف بكل معنى الكلمه، يعني اسم عم مسمى. صحيح. وصراحه كان خصم شريف خطه في وجهه اشرس المعارك بالجبل وهو الشحار وهو ما اثرها ما اثرها. انا اقول خطه بوش بعضكم. ايه بوش بعض بالحرب هيك قصدي بعرف. لا اكيد انا عم بقول، انا بس اقول لك انه العالم تعرف، واللي ما بيعرف دكتور فؤاد أبو ناظر يعني غني عن تعريف. أنا ما بعطي شهادة فيك، أنت بتعطي شهادة فيني. دكتور فؤاد أبو ناظر كان وسيبقى رمزا مقاوما مقاتلا. تسلم. ليل البطون اللي أنجبت مثله مثل الشباب الباقيين بمعركة الشحار الغربي والشباب اللي ضلوا طيبين الله يطول بعمرهم، واللي أصيبوا واللي استشهدوا من الفريق الآخر كمان الله يرحمهم. الله يرحمهم. ما بدنا نترحم على كل الشهداء. دكتور فؤاد أبو ناظر بنص المعركة انصاب، علاجوه أساس بيرتاح شوي، وهيدا ما لقيوه إلا بعد شوي على الجبهة عم ينزف وعم بيقاتل، وانت وكل الشباب. هيدي الروحية اللي خلتنا من 2000 سنة على الأقل بعدنا باقيين إن شاء الله بإذن الله منبقى لنا شيء 2000 سنة تانيين. بقى هذا مختصر هذا. تكفي لك شوي على قصة. تفضل. أنت هلا رجعت ذكرتني بشغلي هلا. وقت توفى شريف فياض تلفنت للصديق المشترك اللي هو أخذ الموعد وأخذني لعنده، يعني قلت له بدي أحكي كلمة أنا بالتأبين مازال، لأن هذا الزلمة إنه شو صار له بعد 35 سنة بيبعت لي الكتاب مع الإهداء، برجع بيبعت لي كمان بيبعت لي النعوة. حسيت إنه هيك في كان شيء لازم أعمله أنا بهالموضوع هذا. بقى رحت على هيدي وقلت كلمة بالتأبين كلمتين، قلت له أبلش بالأول أخذت الكتاب وقريت شو كتب لي الإهداء وخبرتهم قصة الكتاب وشو صار، وقلت له إنه بحس حالي أنا قريب لإلك مع أنك أنت كنت خصمي بوقت من الأوقات، كنا إذا التقينا كان أكيد في حدا ما كان طلع ساهو وما كان طلع طيب أكتر بكتير من يلي فلوا بالخمسة وسبعين من أصحابنا ومن عائلتنا ومن كذا، راح عملوا مصاري وعملوا حصلوا علم وعملوا عائلة ورجعوا لهون على لبنان بالتسعين تقولولنا أنتوا خربتوا لبنان وإحنا جايين نصلح وأنتوا زيحوا على جنب. بقى صراحة أنه الحرب صحيح قتلنا بعضنا بوقت من الأوقات، بس في رابط معين انه كل واحد قاتل القضيه بشرف وباخلاص، هيدا بتحسه انه فيك تحكي معه بطريقه اهلا اسهل وبطريقه هيك في اكثر عمق اذا بدك. جراح الحرب
خصوصا بالجبل. انا بس اقول عم بعني اللي عم بقوله خصوصا بالشحار والبناي وكفر متى وبعورتي وعين كسور والمنطقه كل الجبل، بس هيدي المنطقه تحديدا في ناس بتقول الجرح ما ختم بعد، وناس بتقول بعد القصة بدها شوية وقت. وهذا دكتور فؤاد أبو ناظر قائد القوات اللبنانية سابق بيوم سنة 83 كان رئيس الأركان في القوات اللبنانية، هل بتعتبر أنه هذه المرحلة يمكن نقول انطويت ولا بعد بدنا نشتغل عليها مسيحيين مسلمين دروز على الأقل على الأقل مشان ما نورث أولادنا لازم العدوات عليها. العدوات والمشاكل اللي كانت بايام لازم نشتغل عليها بعد ما خلصت، ما هيك بعد فيها شوي بعد في رواسب لازم اكيد نشغل عليها. في اهم شيء نشغل على الشق الاجتماعي والاقتصادي حتى نخلق حقيقه مؤسسات اجتماعيه واقتصاديه وتنمويه مختلطه بهالمنطقه. هيدي الطريقه انا برايي اللي بترجع بتخلي الناس تشترك مع بعضها، من المدارس للطبابه للشغل للمعمل لشيء من هالنوع، لان الحكي شيء ويجتمعوا الناس يشتغلوا حتى يبنوا شيء سوا بيكون غير موضوع. طب شو السر دكتور معلي؟ هلا فتحنا الموضوع بس اكيد بدي اخذ كل الوقت هلا اللي جاي تحكي فيه كيف جوسين انتقلت من مرحله الى مرحله. كمان فؤاد ابو ناظر دكتور ابو ناظر قائد السابق للقوات اللبنانيه كيف انتقل الى العمل اللي عم بقوم فيه هلا جمعيه نورج، وهل كمان هالانتقال بحياته بتجربته الى مرحله ثانيه. لكن قبل اللي عم نقوله نحن انه دائما الدرزي وعن صدق وعن حق، وهيدي تجربه بالتاريخ عشناها، بيرتاح للمسيحي والمسيحي بيرتاح للدرزي والكل بيرتاحوا لبعضه، لكن مشان ما نكون عم نفرفك ايدينا، الدرزي بيرتاح للمسيحي والمسيحي بيرتاح للدرزي، ليه ما بيقدروا يلتقوا بالجبل المنطقه اللي شهدت تكوين الكيان اللبناني ونواه لبنان، خصوصا اكيد بالجبل قله خصيه قله مبادره. ما حدا بيقول لك ما بدي اخذ الخطوه الاولى. شو اللي شايفه الدكتور ابو ناظر؟ ليه بعد لهلا ما رجعت بالجبل العمليه على الاقل على هيك بدايات مثمره بالجبل وغير محلات كمان؟ انا هلا عم ببرم كثير على الارض من الشمال للجنوب من الشرق للغرب وعم بشوف هالامور على الارض. بعد في كثير هيك محلات تحس في حواجز نفسيه بعد ما انكسرت. انا بس بدي اعطي هون هيك معلومه صغيره. في بلبنان 1611 قريه بلبنان، كثير قليل القرى والبلدات المختلطه بين السنه والشيعة وبين الدروز والسنه وبين الدروز والشيعة. وفي هون مشان هيك انه دور المسيحي كثير مهم، المسيحي بعيش مع كل هالطوائف هيدي ومع العلويين كمان، وبظن انه المسيحي بلبنان عنده دور كثير مهم انه يخلق مساحة حوار بين كل الناس ويمد جسور بين كل الناس. وانا برايي هيدا الدور الاساسي اللي لازم نلعبه اليوم لنحافظ، بدنا نحافظ على لبنان، هيدا الدور الاساسي لازم نلعبه نحن اليوم بلبنان، لان ما في حدا غيرنا بيقدر يلعبه بهالبلد هيدا. ولازم نعرف كمان شغله انه هالاختلاط اللي صار على مدى سنين وعصور بين مجموعات حرة عايشة مع بعضها، كتير مهمة كلمة انه كانت كل واحد عايش من ضمن نمط الحر تبعه، هيدا نمى ثقافة قبول الاخر نحن تجاه المسلم والمسلم تجاهنا، وهيدي الشيء بيميز لبنان. وهيدا الشيء اللي قدرنا مع الوقت قدروا ناس مثل جوستين مثل ناجي خوري وكذا يقدروا يخلقوا شيء اسمه عيد البشارة ب 25 أدار، عيد وطني صح. يلي هو عيد وطني صح. مختلط اسلامي مسيحي صح. يلي الوحيد بالعالم قدر يعمله. وانا كنت بقعدتي بنيجيريا بفتره طويله، رحت اشتغلت هونيك، جربت اخذ هالفكره ونعملها هونيك وبلشنا نشتغل عليها، انما للاسف صار في ظروف هونيك ما قدرنا كملناها. بس هيدي مثل فينا نحن نصدره على العالم ونفرجي للعالم انه لا في امكانيه يا شباب نقدر نخلق بهالمختبر هيدا طريقة حتى نقدر نعيش وكل واحد يعيش مرتاح بحرية وبأمان وكرامة ومساواة. وهيدا هو إذا بدك لب الموضوع يلي تيجي بتقلي كيف انتقلنا. مش قصة انتقلنا، عم نكمل المهمة مسار غير وسائل. هي كملت
المهمة تبعيتها بغير وسائل. تماما تماما. أنت بتشوف تجربة النورج، ممكن نرجع نذكر شوي المشاهدين الكرام. النورج، نورج جمعية خلقناها بال2010، هدفها نحافظ على الناس بضياعهم، يضلوا بضياعهم ما يفلوا، إذا فلوا واجوا بعدين قعدوا كلهم تكدسوا هون بيحملوا حارة وبيفلوا. وبذات الوقت اعتبرنا أنه في تقصير من الدولة كان خلال العصور، وكتير مهم نجي نجرب نحن نساعد هالناس بأسلوب معين وبطريقة معينة. واعتمدنا هون على عدة أشياء. ببعض المحلات كان في تجنج وخوف، مثلا رحنا حكينا مع الجيش اللبناني حتى الجيش اللبناني يعمل يفتح مراكز عسكرية يعطي طمأنينة للناس، تنقدر نعمل شغلتين كتير مهمين، نخلق شغل. يعني كنا نروح ندرس المنطقة عشو قائمة الدورة الاقتصادية تبيتها حتى نحن نجي ننميها، ونخلق مشاريع تخلق فرص عمل، وهيدي الأهمية تبيتها. بالشيء الثاني على الشيء الاجتماعي اللي هي خاصة ركزناها على نقطتين كتير مهمين، الحافظ على المدرسة والصحة، مستوصف مستشفى إلى آخره. وهون كلهم سوا هدول بحاجة إنه بآخر النهار إنك أنت تعمل استقرار على الأرض حتى تقدر تنمي هالشغلتين هدول. رابع شغلة اللي عملناها إنه خاصة أنت كمسيحي يا خي، طلع من القمقم تبعك، طلع من التقوقع تبعك، وروح دق على باب جارك الشيعي أو السني أو الدرزي، تعرف عليه، عد معه، لأن أنت دورك مهم، خاصة اليوم، خاصة بالحرب صارت بسوريا وكيف طفشت على لبنان وتأثرت على لبنان كتير. نحن لعبنا دور كتير مهم على الأرض حتى نخلق جسور، نخلق نشجع الناس حتى حتى تعمل تقوم بالشغل تبعها على الارض. هيك امثله هيك عديده صارت على الارض، مثلا من بعد 2014 اللي صار بعرسيل، مثلا مشكل مع الجيش، المعركه اللي صارت مع الجيش وخطف العسكريين والدرك اخذوهم على الجرد، بعدين صار في خطف من قبل شيعه الهرمل مثلا لناس من عرسيل، وعرسيل خطفوا ناس كذا. التبادل صار براس بعلبك ببلدة مسيحية، وهون رئيس البلدية لعب دور كتير مهم، والجيش اللبناني لعب دور كتير مهم حتى صار فيها التبادل هيدا، وما صار في دم إراقة الدم. وأنا برأيي هيدي كتير مهمة، وهيدا دور المسيحي خاصة يلعبوا بهالمرحلة هيدي. بعدون هلأ أولاد المنطقة مؤمنين مش مؤمنين، خلينا نقول بعد عندهم اقتناع بالقدرة على لعب هذا الدور. أكيد أكيد. شو الأدوات تبعيتهم هلأ؟ لك أهم شغلة مثلا مثل بضيعة قصية، قصية فيها مشكلة، فيها مخيم فلسطيني، فيها لأحمد جبريل، وقاعدين بعضهم يتمقطعوا للناس لهلا من 40 سنة بعضهم عم بيعملوها. والشغلة اللي منيحة اللي عملها مثلا هون، عملها تدخل الجيش اللبناني، إنه زاح كل هالناس على، ما في يسكر المخيمات، في مخيمين، واحد بالجرد واحد على الأرض، يعني بين دير الغزال وقصية. الجيش اللي عملوا حط حواجز ومراكز عسكرية على كل الطرقات تحت ما حدا من الفلسطينيين زال يعمل حاجز على الطريق، ما بيقدر يشيلهم لأسباب سياسية، بس قدر يحط حاجز هونيك. وفيني أكد لك أنه شوكة انقلعت، يعني حسينا الناس عملت، صار في عندها ارتياح هائل هالناس على الأرض وأتشيل هيدا، وهيدا الخليهم لهالشباب هدول يبلشوا يطلعوا لبرا. وأنا بعدني فيق مرة عملوا تكريم لشهداء الجيش لي من قصية، عملهم تكريم رئيس البلدية ودعا كل رؤساء البلديات حوالينا، في سنة وفي شيعة وحتى في أرمني بعنجر، يعني عزم هيك ويقول لي ليك مثلا كل واحد قاعد بيمين، تقول لهم أنت دورك هيدي هلأ، بعدين وقت نقوم نخلص من الاحتفال والخطابات وكذا، ونقوم على الغداء، خلطهم قعدوا على نفس الطاولة يأكلوا من نفس على نفس المائدة، وهيك صار. وأنا برأيي هيدا لازم يلعبوا اليوم دوره على الأرض المسيحية. قدي عم تقدر دكتور أبو نادر بالجمعية نورج تقدروا تأدوا هذا الدور؟ قد ما مين عم يساعدكم أول شيء؟ خصوصا هلا هالظرف تسكر البلد كله سوا. أكيد هلا، يعني نحن هلا بالشيء اللي عم نعمله بالمساعدات العينية اللي عم نعطيها للناس من أكل وتدفئة وحرمات والأشياء اللي عم نعملها هلا بالشتول الزراعي والآخري، أكيد في ناس عم يساعدونا ماديا بالنسبة لهالموضوع هيدا. بس على الأرض أكيد في كتير أشياء. نحن زرنا كل الأحزاب، رؤساء الأحزاب، وزرنا كل رؤساء الطوائف كلهم بدون استثناء، ورحنا شرحنا لهم شو عم نعمل على الأرض، وقلنا لهم إنه نحن هيدا الأمور وهيدا الهدف تبعنا. نحن وقت طلعنا مثلا على البياضة قعدنا مع مشايخ البياضة، قلنا لهم يا خي نحن جينا حتى نخلق
طريقة حتى كل هالناس بالجوار عايشين مع بعضهم يقدروا يعيشوا مع بعضهم وينفتحوا على بعضهم ويتعرفوا على بعضهم عن جديد. مش كل واحد ضل قاعد مكوكا عم يتطلع عليه بالمنظر انه هيدا دخلك عدو منيح مش منيح الى اخره. قدرنا بكتير محلات انه نجمع الناس مع بعضها، قدرنا بكتير محلات انه بس هيدا بده شغل متواصل، وهيدا بده انه بمكان ما هالزعماء السياسيين يوقفوا هالتشنج الطائفي والشحن المذهبي يلي بخلي انه يمكن بلموا عليها اذا بدك اصوات هيدي، نتوصل لوقت لويت انه مش هيدي اللي بتلم اصوات، هي بتلم اصوات لمرحله صغيره بس ما بتبني بلد. دكتور ابو ناظر، شو الصوره اللي بترسمها هلا عن الواقع؟ يعني شو المقاربه اللي بتعملها عن الواقع؟ شو اسوأ الكوابيس ويلي تتمنى انه ما تشوفها بالنسبه للوضع بلبنان؟ شو اللي خايف منه؟ كابوس هو الحرب. نحن اللي حاربنا ما بدنا ابدا اولادنا يمروا بنفس التجربه، وهيدي سمعتها من مقاتلين كانوا مع الفلسطينيين، اللبنانيين مع الفلسطينيين او اشتراكيين او بامل، كلهم بيفكروا نفس الشيء. وانا برايي هيدا كثير مهم، وانا شاركت بعده لقاءات ومحاضرات مختلطه مع الشباب بيحكوا اشياء يعني بتحس انه انا شخصيا عم فكر فيها هي ذاتها. يعني ليش؟ لان احنا حربنا، نحن حملنا جثث اصحابنا واخذناهم على المقبره وعلى المدفن، هيدي شغله ما فيك تنسيها. يعني او مثلا تروح انت توصل واحد على مدفن وتطلع امه للشهيد، مثل ما صارت معي مره في جوره بالارض، هي واقفه هون مع الخوري وانا واقف مع جوزها من تاني ميل، ومسحت الارض فيي، نشرت عرضي، يعني قتلت اللي اخذتوا لي ابني ورديتوا لي ميت وكذا، ام متالمه وهذا الوحيد المعيل بالعيله، يعني انه حصله كارثه كثير كبيره. بقى اي وقت انت تصير في معك هيك بصير عندك قيمه اكثر للانسان، بصير عندك قيمه اكثر للحياه. وانا برايي هذا اللي لازم نحن نمرقه بعد هالمقاومين القدامى اللي بعدنا عايشين نقدر نمرقها لاولادنا. هلا شو الكارثه الكبيره هون؟ أنا برأيي لبنان بلد نموذجي، في 18 طائفة عايشين مع بعضهم. هالـ18 طائفة عايشين بحالة صراع على السلطة بين الطوائف. التحدي الكبير اللي عنا إياه، خاصة رجال السياسة، كيف بدنا نلاقي مقاربة جديدة لحل هالأزمة بلبنان وننزع الخوف من قلب الآخر؟ انه انا المواطن يلي معي او شريكي بالوطن، كيف بدي شيل الخوف من قلبه وشيل الخوف من قلبي ونقدر نوصل لمحل انه نقدر نعطي لاولادنا بقى استقرار بهالبلد؟ وهيدا هي انا برايي المشكله الكبيره يلي بعد ما لقيناها الحل. انا دكتور ابو نادر، قبل ما تنتهي الحلقه، فؤاد ابو نادر في ناس كتير بتحبه وبتقدره، بتنظر له كرمز كبير من رموز المقاومة وأبطاله والأيقونات. أنت وجو قدي وحنا عتيق وزيف وجورج الزيك الله يرحمه، وليس الزيك رفيقك وخيك وطوني نعمي، وكل الشباب، كل الشباب اعذروني انه هيدا نسميهم كتار، نشكر الله كتار. نشكر الله في ابطال كتير بعدهم الله يطول بعمرهم، الله يرحم الشباب، انتوا كتار، انتوا كتار وعندكم شبهات عده، جبهه الحريه واتحاد من اجل لبنان، قدامى القوات، حركه تصحيحيه، ناس بتحبكم تنظر لكم، بعرف شجاعتكم، نظافتكم، ايمانكم، ترفعكم، اخلاقياتكم، شيء اللي عملتوه بالحرب يلي كان من انظف ما يكون بهيك حرب وسخه، ومع هذا وكله ناس الى مآخذ وملامه عليكم، ملامه بالمحبه عليكم، وهي انه هول الشباب ليه ما بيتحركوا بيرجعوا بيجمعوا بعضهم بيعطونا امل والناس تمشي معهم، تمشي معكم؟ هل هي أنانية شخصية وحسابات شخصية؟ أنا عم بحكيها بمحبة ودكتور أنت بتعرفني. هل هي كل واحد أنا بدي أعمل زعيم وأنا بدي هيدا وأنت بتعرف ما بقى فيه ولا زمن الزعامات؟ أكيد في أكيد. ناس بتنظر لكم بتحبكم. طيب أكيد. شو بتقولوا للناس؟ أنا مغتنم الفرصة، أنا بوعدكم أن لقاء نحكي بالسياسة بكرة على رواق، اليوم كان مخصص هيدا بس هيدول أهم من السياسة، هول الناس بحبوكم دكتور أبو نادر، شو بتقول لهم؟ في امل بعد انه يرجعوا يشوفوكم
لا ضد حدا ولا مع حدا، بس انتو بحد ذاتكم انتو بتشكلوا قيمة كتير كبيرة بنظر هالمجتمع. شو ناطرين؟ ما في شك انه هيدا تقصير منا كتير كبير، وهيدا كلنا بنتحمل مسؤوليته، انا اول واحد. ما في شك انه لعبت دور كتير كبير جوسلين لحتى تقرب، هيدي احدى الاشياء اللي كانت حزبة قلبها. على كل حال ان شاء الله هلا جوستين موجوده فوق صار فيها تتفضلنا اكثر يمكن لتهتم فينا، وحتى هيك ترجع تكمل تجمعنا حتى بالذكرى تبعها ان شاء الله. دكتور فؤاد ابو نادر القائد السابق للقوات اللبنانيه وبكل فخر ورئيس جمعيه نورج، الله يعطيك القوه. بشكرك الشباب اللي معك. بشكرك اسكندر سيبا بعده. أيوة هذا يا حبيب قلبنا. اكيد حبيب قلبنا جارنا. كنا صغار نشوف تحيه له الاسكندر حبيب قلبنا، الله يخليه بالصحه ويخليك وكلكم. شكرا. بصحتكم. نترحم على جوسين بنصلي له، وهي عم بتصلي لنا صار هلا دورها هي كمان دورة تصلي. اكيد ودائما كانت تصلي، بس هلا غيرت المحل مثل ما بيقولوا، صارت اعلى شوي او الاحرى اعلى بكثير من هذا. الله يرحمها نفسها بالسماء، يرحم موتيك وموتينا، والله يديمكم طول العمر ويحمي الجميع. شكرا لك دكتور فؤاد ابو نادر، والى اللقاء بحلقه هذيك ساعتها بنحكي فيها بكره بالسياسه. بس مشاهدينا الكرام انا بدي اشكركم والى اللقاء.